مؤسس مهرجان افضل السيد مازن نوري بدرح فيك عبر موقع الفم. نقول لك مبروك النسخه الجديده من المهرجان، دائما هيك بتعطي صوره حلوه عن لبنان. خبرنا اكثر اليوم عن هالسهره وعن المكرمين. هالسنة عنا ما يقارب 40 مكرم من مختلف دول عربية ضمن إطار بيروت عاصمة للإعلام العربي. عنا شخصيات إعلامية مكرمة من لبنان، مصر، سوريا، العراق، البحرين، قطر، مختلفين بعد بمجالاتهم المختلفة، ما بس فن، في إعلام، في فن، في اقتصاد، في تمثيل. ومبسوط هالسنة عنا زملاء والشركة، يعني مبروك لمدام هلا تكريمك أفضل رئيس التحرير موقع فني إلكتروني. كيف بنقول ألف مبروك. إيه ألف مبروك، هلا ناطرينك كمان. فجامعة أهلية بمحلية. شو بيميز مهرجان أفضل عن غيره من المهرجانات؟ يخطط له بعمق، يعني فكرتنا اليوم تكريم الراحل الكبير استاذ هشام شربتجي بلبنان خطوه يعني منفرد فيها، وخطوه اخذت اقبال واستحسان جميع الدول العربيه. فلبنان طول عمره هو الحضن الكبير اللي بيميز وبيتميز عن الاخرين برحابه الصدر وبحب الاستقبال. المصمم اللي كلنا بنحبه المبدع بسام نعمي بدرح فيك عبر موقع الفن. احنا اليوم موجودين بمهرجان افضل، وجودك اليوم اكيد بيشرفنا، وعرفنا كمان اليوم راح تكرم رئيس تحرير موقع الفن الاعلامي هلا المر. بهالمناسبه شو بتقلنا وشو بتوجه رساله للاعلاميه هلا المر؟ يعني انا بس بدي اقول شغله، انه بالعاده الاعلاميين هن بكرمونا نحن المبدعين الفنانين المصممين. اليوم شعور كتير كتير حلو أنه أنا كمصمم أزياء رح كرم أجمل وأحلى أعلمية بالكون، هي هلا المر. نعرف قد هيك علاقة كتير قوية بيناتكم. مش من اليوم، العمر له حق والسنين له حق، ووصلت المناسبة أنه أرجع أرد لو جزء بسيط بالنسبة للي قدمت لي بحياتي المهنية. النجمة رزان جمالة بترحب فيك عبر موقع الفن، وقالك اليوم ألف مبروك، رح تتكرمي عن فئة أفضل ممثلة لبنانية بأدوار عالمية وعربية مشتركة بمهرجان أفضل. مرسي كتير. أدب يعني لك اليوم هالتكريم من بعد مجهود وتعب وأثبتت حالك بمجال التمثيل؟ أكيد أكيد، ما في شيء أحلى، ما في أحلى من تكون عم تتكرم ببلدك يعني، فهيدا شيء كتير مبسوطة الليلة. واليوم شو بتقولي للسيد مازن النوري مؤسس مهرجان أفضل؟ بدي أشكره هلأ خايفة أشكره لأنه هيدا السبيتش اللي حقوله ليلي، بس بدي أشكره ليلي على تكريمه، ولأنه حسسني أنه تركت بصمة بلبنان. أستاذ محمد عطالله بدي رح فيك عبر موقع الفن، بدي أقول لك ألف مبروك على تكريمك اليوم بمهرجان أفضل. مرسي حبيبي، الله خليكم، ومرسي كتير لك. ده بيعني لك اليوم تكون مكرم، وخبرنا أكتر شوي عن اليوم عن شو رح يكرموا. أول شيء مرسي كتير لكم، وشي كتير حلو واحد عم يتكرم بقلب بلده، تكريم كتير حلو، وعم بتكرم بأفضل رجل أعمال لبناني، وبدي أتشكر الأستاذ مازن كمان على هيدا التكريم الحلو. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.